هل تلقيتم ضمانات ربما من هذه القوى بدعم مرشحكم لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة؟ طبعا هنالك حراك يومي ومن الاتحاد الوطني الكردستاني ومن شخص السيد الدكتور برهم أحمد صالح. هنالك لقاءات يومية مع كل الكتل و داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب ومع الكتل يعني مع الكتل والأحزاب السياسية المختلفة وكذلك الشخصيات المستقلة. نعول كثيرا على القرار الوطني داخل مجلس النواب. لدينا تجربة ناجحة في 2018. نؤمن أنه السادة النواب هم بداية ممثلين لجماهيرهم في محافظاتهم المختلفة. أعطيوا هذه الثقة لكي يستخدموها في هكذا مواقف ومواقف مستقبلية. هذا مثل ما ذكرت في بداية الحديث، هذا المنصب منصب عراقي. شخصية رئيس الجمهورية تمثل البلد، تمثل العراق في المحافل الدولية، تمثله خارجيا داخليا. هذا صحيح هو مكون، هو صحيح هو منصب عرفيا للمكون الكردي، لكن بالتالي يعني المرشح اللي يقدم إلى البرلمان ما ممكن أن يصبح أو يصل إلى منصب رئيس الجمهورية إذا لم يتم عليه التوافق أو لم يتم التصويت له من داخل المكونات والأحزاب السياسية والكتل السياسية الأخرى. إحنا لا ننسى كلنا كنواب اللي تنشوف اليوم هو نتيجة لأحداث تشرين البطلة والدماء الزكية التي أريقت في تشرين جاءت بانتخابات مبكرة بنظام انتخابي مبكر أو نظام انتخابي مختلف أو جديد وبحكومة جديدة، وجاءت بنا إلى قبة البرلمان لندعم أو لنؤمن حياة كريمة للمواطن العراقي. المواطن يريد منا الاستقرار السياسي والاقتصادي. ما يحصل الآن في البلد من خلاف سياسي ليس في خدمة المواطن العراقي، ولهذا يعني على عاتقنا واجب كبير ومسؤولية كبيرة أن نكون الحامين للحياة الكريمة للمواطن الذي اللي أعطانا أصواتنا لندافع عنها.